سبع سنوات كاينش قيد، كاينش قيد. واش هاد القيد غادي يبقى معانا؟ واش غادي نضمنوه بانه غادي يضمن لينا الاصلاح ديال هاد المسجد؟ لا نحمد سواك يا ارحم الراحمين مولانا نسعودات. هاد المسجد راه حنا تحرمنا منه بزاف، لان دابا كاينين الناس دابا ساكنه هنا، كنمشيو دابا لواحد المسجد في التشارف وكنكونوا غاديين تيبانوا لنا ناس كبار وناس معاقين ونشدوهم حشومه. عندنا مسجد كان خدام، علاش قال لك حقه غادي يترمم ودابا 8 سنين باش يكون الترميم؟ راه عيب هادشي ما فهمنا فيه والو. وهاد الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير يشوفوا في حق هاد الناس ديال المولاي رشيد، وراه حنا تمحنا بزاف. كنتمنى من الوالي باش يدخلنا في هذه المسائل، كنتمنوا من الوالي باش يدخلنا في هذه المسائل، كنتمنوا من الوالي باش يدخلنا في هذه المسائل، وراه هو اللي متحمل المسؤوليه ديال هذا المسجد مادام يعني جا عندنا. وهنا راه كلشي ناس غير الدراويش، هنا راك عارف الحياه كيفاش كيعيشوا هاد الناس. ما كان في حتى حاجه، حتى قالوا لنا خرجوا راه غادي يريب حرام عليهم، تنصلوا فيه عادي شحال من سنه، وكان يقراوا فيه مالينا شيبانيين وصغار وكبار، قرينا وقت من القران ودعيناهم لله، قرينا فيه. حنا ما باقين شي حاجه، باقين حنايا المسجد الجامع، ما كنطلبوا شي حاجه. حي مراشد بغى الجامع، راه كيصلوا ناس غير في الشوارع، تاكسيات والكاميوات والطوبيسات. حنا بغينا نتوضاو، بغينا نصليو، بغينا نموتوا شهداء، ما بغيناش نموتوا كفار. واش حنا نمشيو للجوام حشاك ندخلوا لهم المشاش، ندخلوا لهم؟ ما حنا مكرفسين والله. مشي نمشيو لهاد الصلاه ديال التراويح، والله الا ولا كنتفرطوا نمشيو للمساجد الفرشين، كاينين المشاش حاجه كيخنزوهم، هذا حق. حنا مسجد قداشنا وعندنا، الله يجازيكم بخير، بغينا ربي يدير لنا تا ولد الخير. حنا زعما تحرمنا، عرفتي شحال من عام الجامع ديالنا يتحل لنا الجامع ويديوها فينا، ومشينا حتى للمجلس العلمي شي 14 مره مشينا وما دانوا حتى حاجه معانا والو. شوف اخويا انا كنطلبوا غير الوالي جديد يحضر وشوف يحل لنا هذا المعنى ديال الجامع. راه حرام، احنا كنمشيو نصليو في الخلاق، راه حرام ولاد اللي تحرموا من الجامع، حرام. ما بغينا حتى شي حاجه في الدنيا غير هاد بيت الله يتصيب. انا مزاوق فيكم غير هاد بيت الله يتصاوب. ولدي كان يصلي 8 سنين، حي الجامع حي الصلاه. علاش؟ حنا بغينا الجامع يتسامر، الظروف ما تسامتوش ليهم. واش غنتسامتوا؟ دخلتكم بالله، انا بغيت نمشي بلاغ الملك محمد السادس وبلاغ الوالي الجديد يدير لنا حل لهذا الجامع. كنطلبوا من صاحب الجلاله يدخلنا في هذا المسجد، لان المسجد 2017 هو مسدود، 2017 مسدود، السكينه ما لقات فين تصلي. وهذا المسجد كان فيه محاربة الأمية، كانت فيه سميتو تحفيظ القرآن للدراري الصغار، وهاد المسجد ما قلناش من يصليو الناس كبار، خصوصا الشيوخ والنساء ولات كيقطعوا حتى المسجد البكاري. ودابا التراب غيبدا ما يبقاو الناس فين غيقطعوا؟ الناس كبار كيفاش غيقطعوا؟ وشوف دابا الناس تمحنات، والناس تمحنات، وكنتمناو العامل يتحرك يشوف هذا المسجد، ان الناس تمحنات بزاف. ودابا عطاونا المده ديال الصلاحيه ديال 11/2022، ودابا راه 2024 المسجد باقي ما كملش، راه بزاف هادشي بزاف. فيه الميزانيه ديال كي قلنا خرجات، وجات عندنا مراسله من السي الحياه دخل في مراسله مجلس النواب، قال لنا المسجد راه في طريق اصلاح، خرجت الميزانيه ديالو، الميزانيه وقف. دابا الميزانيه خرجا وما وقف، والمسجد فينا وتمحنوا الناس. كنتمناو من الناس، وهاد الساكن ديال مراشد مجموعه 6 وجماعات كتقدر 600,000 نسمه، وفي هذا المسجد راه تمحنوا الناس. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يوقفوا معنا هاد الناس، لان هاد المسجد الناس تمحنات، وان الشباب ديالنا كان المسجد كان رافضه للشباب يبعدوا من البليه. دابا المسجد كان قريب ليهم، كيبعدوا من البليه، كيبان لهم اذان كيدخلوا المسجد. ودابا راه الناس الدراري الشباب ديال مراشد اكثر يبداو كيتبلوا لينا. هاد المسجد كان كيحرصهم على البليه، كيدخلوا الدراري يصليو، كي واحد كيجر واحد كيدخلوا يصليو. ودابا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحلوا لنا هاد المسجد، وهذا اللي كنتمنوا، ما كنتمنوا حتى شي حاجه، يفتحوا لنا هاد المسجد.